هلا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. حابة اليوم أعمل أكلة أنا بحبها كتير، أمي كانت تعملها دايماً وإحنا صغار، هي القرنبيط مشوي، هي كانت تقلي أنا بشوي، ومع صلصة طحيني، وطبعاً بتزين بالسنوبر والأشياء الطيبة. فأنا بحب هاي الأكلة مش بس كأكلة مازة، بحبها كمان أكلة جانبية مع دجاج مع لحمة مع سمك. فببلش طبعاً بالقرنبيط، وبستعمل سكيني ماضي وبقصها دغري، فراح أعملها هيك، بلاقيها أحلى للتقديم. أوكي، وبعدين طبعاً مهم كتير تكون السكيني ماضي، هاي أول شقفة، وبعدين لازم يكونوا سماك شوي، يعني حوالي إنش هون عشان تضلها ماسكة مع العنق. هاي واحدة تانية، هلا مش كلهم رح يطلعوا مزبوطين على الآخر، بس المهم تكون ماسكة على بعضها قد ما فينا. وهاي كمان شقفة، هاي واحدة ممتازة، هيك بالضبط، هني أحلى شي اللي بيكونوا بالنص. طبعا زيت زيتون بصينية فردتها بالبارتشمنت بيبر، هذا اللي ممكن يفوت للفرن الورق وما بيلزق عليه شي. فبحط القرنبيط، هلأ صار في عليه قاعدة زيت مثل ما هو، هيك بصفصفهم، وبعدين كمان رشة زيت من فوق، وملح طبعا على كل واحدة. اوكي وخلص، هاي ولا اسهل. الفرن حامي. هلا الفرن انا حطيته على 250 سلسيوس، ومقرب الرف قد ما فيه اقربها لفوق، وبحط الصينية على الرف، واللي بده يصير يعني القرنبيط رح ينقلى وينشوى في نفس الوقت، بس طبعا مش رح يشرب زيت كمية مثل ما ممكن يشرب لو قليته. فهلا بحطه بالفرن خليه ينشوي، بدها حوالي تلت ساعة حسب حماوة الفرن، وبس يخلص بحضر الصوص الطحيني اللي رح احط فوقه، وبنقلي البصل. بعد تلت ساعة القرنبيط حاضر محمص ومشوي وما شرب زيت كتير. اوكي هلا صار وقت الصوص اللي راح يغمر القرنبيط المشوي. هون عندي ثوم حاضر وشوية ملح، وأحلى آلة بالمطبخ اللي هي المدقة. هاي الثوم حاضر. اوكي انا شو بعمل عاده، بحط الليمون جوا دغري، هذا عصير ليمون طازه، وهيك بضمن بطلع كل الثوم وبصبه نصب، وهي مثل رفع اثقال. اوكي هاي العصير، بزيد شوي، وبعدين كمان ببرش قشر البرتقال، كمان بحب الطعم. هلا امي ما كانت تحط برتقان على هالخلطه، فهي تكفي. وبعدين كمان بعصر شوي من عصير البرتقان كمان جوا، هي بتصير حلوه ولذيذة. خليني استعمل المعلقة بتساعد. وبعدين الطحينة، وبعدين بخلط. سو هلا انا بحط اللبن، وبعدين كمان عصرة ليمون، بتحبوا
متهيألي بده كمان شوية عصير برتقال. وهلا بيكون تمام. هاي الصوص. قرنبيط هلا صار بارد. حتى قبل بيوم مرات انا بعملها هاي اذا بدي اقدمها لاكله مازة كتشكيله على الطاوله. بصفصفهم هيك بهالطريقه. فوق كل شيء الصوص اللي عملته حاضر. وبعدين البصل اللي مقلي حاضر كمان، يعني حطه هون هون كمان بيعطي لون حلو وحلو لذيذ يعني مع الطحينة ومع القرنبيط. وبعدين رشة صنوبر آخر شيء. وبعدين حبة الرمان أنا عندي مهمة جدا، بتحول أي أكلة لفرح. فهون عندي كم عرق بقدونس من زيتون زيت هون